آخر فقرة. أنا كنضحك لأن فاطمة العبدي أمامي وبطبيعة الحال هي مشاركة معي في التنشيط. إذن آخر فقرة ضمن فقرة اللقاء المفتوح في هذا الجزء اللي هو الجزء الأول فقرة الطبق واللي دائما كيساهموا معنا فيها مجموعة من السيدات مشكورين على اتصالهم ومشكورة زميلتي حليمة البوبتي داخل الاستوديو اللي هي بطبيعة الحال كتساعدنا بشكل كبير في اختيار يعني الأطباق اللي ممكن أن تمر عبر اللقاء المفتوح. اليوم معنا لفاطمة من قنيطرة. لفاطمة مرحبا. بارك الله فيك. كده يلبس عليكم. الحمد لله الحمد لله. بارك الله عليكم. الله يبارك فيك الله فاطمة. الله يبارك فيك. شنو هتعطينا الله فاطمة اليوم؟ اختي ضلعة ولا جيكو؟ يعني يمشي في جيكو يمشي في ضلعة. نعم تفضلي اعطينا الجيكو. يلا شنو غتعملي الجيكو؟ واش غتعمري؟ شنو غتعملي له؟ نفس الطريقه ديال الضلعه ديال الجيكو. هاي هو الحمد سي تختار جيكو ولا ضلعه. نعم تفضلي اعطينا الجيكو. كناخذوا مثلا جيكو ولا ضلعه كبير ديال الطابله. يعني غتعطينا نفس المقادير ممكن ان يستعملهم السيدات سواء الا بغاو يطيبوا الجيكو ولا بغاو يطيبوا الضلعه. يعني تفضلي يلا فاطمة. ناخذ واحد جوج جيترو ديال الماء ديال البويون ديال الخضره. نعم تفضلي. كناخذوا جريشات ديال اليزير وبصله كبيره مقطعه غليظه على اربعه وربعه ثومات محكوكين. يعني هذه بالنسبة للمرحلة الأولى. كنقلطو هادشي كلشي كنديرو في الطنجرة ونخليو يطيب على عافية مهيلة. يعني نفهم هادشي كلو ناخدو ونديرو مع الماء والضلعة ونديرو عافية مهيلة. فهم مي كطيب هاد الضلعة ولا الجيو كنحيدو كنديرو في واحد الطاولة غدخل الفران. كنصفي واحد الكاس ديال الماء من هداك الماء اللي بقى البويون. كنزيدو فيه واحد نص كاس ديال العسل. والسيده اللي ما عندهاش العسل طيب غير السيرو قد السكر قد الماء وديرو خفيف وتاخذ منه واحد نص كاس. مثلا دارت نص كيلو ديال السكر دير نص كيلو ديال الماء نص لتر ديال الماء. حيت كاين واحد العسل انواعه ما فيه نسمات كيخسروا لوكو ديال الطياب. وديال الحلوه ولا ديال الطيب كيكون عادي. كناخذوا جوج تومات محكوكين. وجوج معالق كبار ديال الموطارد. جوج معالق ايه ومعلقه كبيره سكينجبير طري اللي كيتحك الخضر وجوج معالق كبار الزبده ومليحه غير قياس وشويه البزار غير نص معلقه تقريبا ديال البزار. كنديروا هادشي كلشي فوق العافيه واحد 10 دقائق تجانز هاد الثومه مع الموطارد مع العسل مع مليحه الخضره ونقبطهم غير فوق ومره مره نسقيو داك اللحم هو في الفران. يعني مفهوم نبقاو نسقيو هو في الفران ومره مره نتقوا باش يشرب داك العسل وهذا حتى كيولي اللون ديالو احمر وداك العسل من تقبطي في يدك كيولي بحال الكوفيتير. ديك الدغميره كتجي زوينه وسائله وخاتره. نعم مع فهاد مع العسل كيجي واحد النكهه زوينه. نعم اذا هذا كيطيب بطريقه حلوه. ايه ومين كنحطو مع شي حاجه مثلا مالحه نديرو مع بريواتي بغيتي نعطيهم ليك ولا تسلق السيده الخضره يعني الحساب. وهذاك الماء اللي بقى تخوي بيه الروز. يعني وتحط جنب الروز يعني ما حتى حاجه ما كتضيع. بالفعل بغيتي نزيد لك بريوات مثلا نزوقوا بهم هاد الضلعه نعطيهم بريوات باش معمرين غير بالفروماج وكفيته وبصيله. وخاصها تكون فيهم الخضره مني عندك اللحم خصك ديري فيهم الخضره. معليش دير مثلا غير البصله والفروماج يعني كيمشيو. تفضلي يلا عطينا المقادير ديال البريوات. وتا الماء اللي بقى راه ديري فيه الرز وتقدميه يعني عادي. يعني داك الماء ممكن ان ديري فيه شويه ديال الرز. بغيتي انا نعطيك الوصفه ديال الرز اللي يمشي مع هذا نعطيها لك اللي بغيتي. تفضلي عطيني الوصفه ديال الرز. نقبطوا مثلا واحد الكيلو ديال البصله بيض ونديروا جوانح هكا. يعني كيتقطعوا على الطول ديالهم. ونصوطيه مع مليحه وزبيده وبزيره تيتصوطى مزيان يسخف هذيك البصله. ومثلا دابا خدينا كيلو نديرو مثلا نص كيلو الروز يعني جوج زلايف. ونخوف فوق ديك البصله ونصوطيو تيبقى الروز يطرطق. يعني فهم؟ نعم تفضل. كنعبروا ربعه زلايف من داك الماء من البويون الا خاص السيده تزيد الماء. حيت هو ما غيبقاش ديك لا كونتيتي كلها. نديرو ربعه ديال الماء يعني فهم؟ نديرو بصله نص كيلو الصفر ماشي داك البيض ديال الشلاضه. وكنزيدو عليه ربعه ديال زلايف الماء ونحركوه ونسدو عليه في الكوكوط. يعني من دور الصفار نحسبو 10 دقائق. من نحسبو 10 دقائق نطفيو ونخليوه ربع ساعة ما نحلوش حتى كنجبدوه مفرك بحال مفور.
كيجي بحال مفور يعني مفروق على بعضياته، ما كيجي لا معجله والو. والسيده ديال الاطارات وتحطو في جناب ديال الضلع، بغا تفرشو نيس بلا كبيره في الضلع يعني يمشي كيما درتي لي غادي يمشي مزيان. حتى الا درتي لي اطارات يعني مقادين في الجناب ديال الضلع كيمكن تزوقي بالشباب فوالا، يعني كيمكن لك تزوقي شويه بفليفله ولا يعني بزاف الوصفات في الروز يعني انا عطيتك غير باختصار. بالفعل بالفعل، لان الوقت حنا كيسمحش لنا باش يعني نطولوا بزاف في الطبق، ولكن مهم طبق مزيان يعني كما قلتي لي الضلعه ولا الجيجو بنفس الطريقه. بدل بحال المبتدئات اللي ما كيعرفوش يطيبوا الضلعه، دابا حنا دينا الضلعه بالزعفران ونقلبوا فيها وكتفرتتوا في العزان كتجينا واعره. هذه الماء كيجمعها وما كيخليها لا تفرز، وكتحطها صحيحه بوجهك حمر من كدير صباك يهبط لك في اللحم. يعني كنساعدوا العيالات اللي ما عمرهم طيبوا مثلا ضلعه ولا لحم كثير. يعني كاينه بنيه ديال 18 عمرها مجوجه وباغا دير مثلا في راس العام ضليعه ولا في عيد ولا في. بالفعل بالفعل. يعني هذه مساعده ليها بغيت. بالفعل. إذا شكرا لفاطمة اللي عطاتنا هاد المقادير ديال الطبق اليوم اللي هو الضلعه ولا جيكو، ولكن نفس المقادير كيمكن أنها تستعمل ليها. شكرا لك.